سعيد ويكون احمد سيد زيزو اللي موجود. التوظيف في الحته دي واحنا دايما هي دي الحته اللي عليها الخلاف كله ما بين الجماهير المصريه، كلنا متفقين تقريبا على العناصر كلها اللي موجوده في التشكيل. شايف التوظيف في الحته دي ازاي؟ وشايف مواجهه منتخب نيجيريا بعناصره القويه هجوميا في الثلث الهجومي زي شيكوينزي طبعا اللي موجود، احمد موسى ويلفرد نديدي في نص الملعب اللي دور كبير جدا ايضا في صناعه الالعاب، شايف الامر ده بالنسبه للثلث الهجومي لمنتخب مصر؟ لا مع يعني بصراحه انا مش شايف ان فيها مشكله، ان خبرات اللعيبه دي بتقدر تعوض الجزء اللي حضرتك قلت عليه، ان هم يعني شوف يعني هرجع لنقطه يعني الشيء بالشيء يذكر، مثلا محمد صلاح ناس كتير بتقول ان هو ما بيديش في المنتخب زي ما بيدي ليفربول، طب خلاص طلعه من المنتخب لو قادر، لان الحقيقه وجود محمد صلاح في التشكيله خد معاه ثلاثه على الاقل، المان بتاعه واحد بيخلي باله منه والثالث بيخلي بقى يعني عارف انت شاغل الفرقه، وما ينفعش ده تسيبه حتى لو كان يعني محمد صلاح ده لو موجود صوره في الملعب لو مصاب وبيلعب يعني الموضوع منتهي. فبس دي حته، فاقصد اقول لك بشكل عام الخبرات، يمكن عبد الله سعيد ممكن ناس فيها اعتراض عشان بطء شويه او بحكم السن، لكن الموضوع الخبرات بيفرق. وبعدين في عندك اريحيه في ان انت عندك خمس تبديلات، يعني انا بتكلم فيما لو ده حصل يعني لا قدر الله، لان انت تقدر بعد ما المباراه تبدا تقدر تقرا حد مش موفق، هتغير مركز، هتغير لاعب، متاح تماما. لكن انا بصراحه شايف ان خبرات لعيبه مصر اكبر بكتير من لعيبه منتخب نيجيريا، رغم انها مدججه بالنجوم، لكن في النهايه ممكن شيكوينزي ممكن يعني تحكم السيطره عليه، ومصر اصلا بتجدد الدفاع ان شاء الله مع وجود طبعا حارس عملاق هو الافضل في القاره الافريقيه طبعا على الاقل محليا محمد الشناوي، اعتقد ما فيش مشكله ان شاء الله. طيب هل ممكن نشوف بكره كده بقى كيروش اللي جاي زي ما انت على عودته وعلى كلامه اللي هو جاي كده بيضحك علينا او خلاص او عارف ازاي احنا بيتعامل مع التصريحات ومع الجماهير المصريه، هل ممكن نشوفه بيتفلسف علينا في المباراه بيعمل تغييره في التشكيل اللي احنا لا عليه؟ يعملها في حاله الاريحيه وطبعا ده ما اعتقدش يبقى موجود، اتمنى يكون موجود ان النتيجه مثلا 2-0 ولا 3-0 وبقى 10 دقائق، ده متاح، لكن قصدي وارد، لكن هيحصل الله اعلم، لو حصل اوكي ما فيش مشاكل، لكن هو كان بيعمله في كاس العرب، لان كاس العرب في النهايه كلها على بعضها الست ماتشات اللي لعبتهم حتى لو كنت فزت بالبطوله هي مباريات تجريبيه، طبعا الفوز بها شيء مهم وجميل واشياء اخرى، لكن انت في النهايه يعني انا مثلا في البطوله العربيه يوم مباراه مصر والاردن كنت اتمنى مصر تكسب، مش عشان احنا هنعمل حاجه، لا عشان لو خسر هيروح، ولو كسب يلعب ماتشين بقى خلاص قبل نهائي وثالث ورابع او اول وثاني، فكنت حابه يلعب اكبر قدر من المباريات عشان يبقى في اكبر كميه انسجام ما بينه يعني بين اللعيبه وبين بعضها، فعشان كده كان متاح ان هو يغير ويشيل خالص ويحط ثاني ويجرب براحته خالص، لكن احنا هنا بدانا الجد، يعني ده الجد، البطوله كاس امم افريقيا بطلق عليها بالنسبه لمصر المهم ثم الاهم هو طبعا كاس العالم، والمهم قبل كده كاس امم افريقيا اللي ان شاء الله بدايتها معانا بكره، ما اعتقدش ان هو هيتفلسف لان الموضوع يعني لا يحتمل التفلسف. خليني بقى قبل ما اختم معاك، انا طبعا عارف طبعا انت على اتصال دائم بالمصري.